ويطلع ثابت البطل ويتاخد منه بس طارق يحيى. جامده 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 جوه الجول، جامده جوه الجول. الجول الاول للزمالك بعد مضي حوالي 30 دقيقه. جامده جامده تمام جوه الجول 30 دقيقه. بيجيب طارق يحيى هدف الاول للزمالك وتصبح النتيجه 2-1 لصالحنا. احنا هنشوف كوره ثانيه اهي مره جامده في الشبكه، شبكه بتتهز قدام حضراتكم، كوره قويه جدا جدا، شبكه مسدوده تخبط في الشبكه وتتنقل.